السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ محمد علي الحوثي يكشف عن دعم مالي من الفرس وسلطنة عمان ب2 مليار دولار طبقا لتويتر ليه. الدعم دوت بيقول عشان خاطر مرتبات والعسكريين وامور كتيرة جدا، وايضا تويتات هامة جدا لمحمد علي الحوثي، منها نفي لمقتل ابو علي الحاكم وعلم جديد لليمن وتهديد الى مكة مباشرة من تويتر لمحمد علي الحوثي، والافراج عن الاسرة طبقا للحلقة اللي انا قلتها امبارح. ولكن قناة الحدث العربية تؤكد المعلومة ان الحوثيين رفضوا استلام شيعة الشوارع الاسرة من ضمن المبادرة الإنسانية، ولكن في تفاصيل الحدث لم تذكرها وأنا ذكرتها أمس إلى تفاصيل الحلقة بمعلوماتها والدعم الفارسي والعماني إلى الحوثيين وشارع الشوارع للبنك المركزي في صنعاء. من هنا أقدر أقول لكم أهلا بكم في حدث اليوم. محمد علي الحوثي هو دلوقتي الحصان الأسود طبقا للتويتات والمعلومات اللي هو بيتناولها، لتويتات مهمة جدا بيتكلم فيها عن دعم وصل للبنك المركزي اليمني 2 مليار دولار، رقم كبير قوي. بيقول ان الدعم دوت من يعني الجمهورية الفارسية ومن سلطنة عمان. هقرا لكم التويتة وبعد كده ندخل في تفاصيلها والتويتات التانية. التويتة الاولانية بيتكلم فيها عن انه البنك المركزي اليمني في حكومة صنعاء تلقى 2 مليار دولار من الجمهورية الفارسية ومن سلطنة عمان الشقيقة طبقا لكلامه، لدفع رواتب. الغرض بقى من الفلوس دي اللي وصلت، بيقول لدفع رواتب الموظفين، طبعا هم مش هيدفعوا على مليم اصلا، بشكل منتظم. والدعم دوت للمؤسسة العسكرية والأمنية، وبيشكر جهود الأشقاء ودعمهم ومواقفهم المتواصلة للجمهورية اليمنية. طبعا احنا عارفين انه في الهدنة اللي تمت دي كان من ضمن الاتفاق وشروطها ان المشتقات النفطية تصل، وهم 18 ناقلة نفط تصل الى ميناء الحديدة ويتم توزيعها، والدخل ليها يتم صرفه على المرتبات المتأخرة لموظفين الحكومة. طبعا هم خدوا المليارات، طبعا السفن النفطية دي لما دخلت خدوها باعوها لحسابهم وخدوا الفلوس وحولوها اصلا لسلطنة عمان، مفيش ولا مليم منها اصلا موجود في اي صنعاء، وبالتالي ما دفعوش المرتبات الحكومية اللي موجودة في صنعاء كلها او المناطق اللي هي تحت سيطرتهم، اللي ان شاء الله هتزول يعني بعد اسابيع باذن الله. وان هو بيتكلم عن دعم من الاشقاء، طبعا هو بيعتبر سلطنة عمان يعني هي الداعم الاكبر والكيان الفارسي، هو بيعتبر ان الداعم الاكبر ليه بطريقه مباشره وظاهره، يعني مفيش حاجه مستتره خالص، هو الفرس وسلطنة عمان. فاذا كانت سلطنة عمان بتقوم بدور سياسي لصالح المملكة العربية السعودية في موضوع المفاوضات الاستكشافية ما بين الاستخبارات السعودية وما بين الاستخبارات الفارسية في بغداد، ولكن من ناحية تانية هي بتقوم بدور تاني اللي كشفه محمد علي الحوثي بدعم مادي ليهم لبقائهم، دفع مرتبات، أو طبعا ما فيش مرتبات هتدفع، لكن دي كلها للمؤسسة العسكرية وللي هم الحوثيين شيعة الشوارع اللي هم بياخدوا مرتبات. ده الدعم الحقيقي اللي بيوصل للحوثيين وشيعة الشوارع. من ناحية تانية محمد علي الحوثي عامل تويتة بيتكلم فيها، بيقول فيها بالحرف الواحد، وهم عبارة عن يعني 4 كلمات، بيقول تحرير مكة يلوح في الأفق. دي تويتة ليه محمد علي الحوثي، تحرير مكة يلوح في الأفق. يلوح أمك يعني، يعني يروح فين يلوح أمك أنت يعني، مش فاهم ومكة إيه اللي أنت بتتكلم عليها يعني. انت بس انت يعني حاول ان انت يعني تخرج بره الخن اللي انت ساكن فيها وانت قاعد فيه، او اخرج بره برميل الترش اللي انت بايت فيه للنهار لما ريحتك فاحت اصلا يعني. يعني بتتكلم كلام اصلا يعني، يعني من كتر ده يعني من كتر ضرب القاتل اللي انت فيه بصراحه بقيت تخرف يعني. من ناحيه تانية التويته الثالثه ليه بينفي ابو علي بينفي محمد علي الحوثي مقتل او هلاك ابو علي الحاكم، وإنها شائعات يروج لها مرتزقة. هو بيعتبر يعني إن المرتزقة اللي هم الجيش الوطني أو اليمنيين الوطنيين بيعتبرهم هم مرتزقة يعني، بس أنا عن نفسي أنا ما سمعتش الشائعة دي. وفي نفس الوقت إن هو تويتر اللي هي اللي بعد منها الرابعة بيتكلم عن بينعي الحمد لله يعني لهلاك وزير الإعلام، وبيعتبر يعني اللي هو مجاهد يعني،
ضيف الله الشامي. انا كنت اتكلمت عنه قبل كده ان هو كان هيتولى حقيبه وزاريه، ولكن هو هلك. هلك في ايه بقى؟ في ان هم بيخلصوا على بعض. من المتوقع في الايام القادمه، يعني هو بيقول كده محمد علي الحوثي بقى، دي التويته الجامده بقى. محمد علي الحوثي بيقول من المتوقع في الايام القادمه هيتم تغيير العلم الجمهوريه اليمنيه لعلم جديد. هو نفس العلم ولكن في النص حاطط فيه حزمه قط او حزمه كرفس، ما اعرفش يعني هو، بس انا ارجح حزمه القط عشان خاطر دي، يعني هو يعني خلاص هم ده بالنسبه لهم، هم بيقابلوا بعض بمسكنه بالنسبه لهم كانها يعني بوكي ورد بيهادوا بعض بيها حزمه قط، فقال لك نحطها على العلم وتبقى تمام يعني. وفي نفس الوقت بيقول لك ان هي هتبقى معتمده، يعني حزمة القات اللي هي حطها على الشعار في العلم بيقول لك ان هي يعني ستعتمد لدى الجهات، يعني لدى الجمهوريه اليمنيه، وستضع على كل العلم ده هيتحط على كل المؤسسات الحكوميه، و يعني رجاء يعني ان انتم تحطوها في الكومنتس عندكم، ده للتويته بتاعته، للتويته بتاعته بيقول لك انتم تحطوا التعليقات يعني. فاحنا طبعا بنتكلم ان احنا يعني هيبقى ده الشعار الرسمي ليهم، ان هو يحطوا حزمة القتل على العلم، وتبقى يعني يبقى ايه، يحطوها مثلا على القهاوي ويحطوها، يعني يبقى الشعار بتاعهم، يعني انت داخل تقعد مثلا في قهوة داخل انت، يعني تبقى منظومة رسمية، تبقى مثلا وزارة الدفاع، تبقى وزارة الدفاع والقات، تبقى مثلا وزارة الاقتصاد والقات، يا فهمت ازاي، وزارة الداخلية والقط، يعني كده. وممكن يقدموا كلمة عن الكلمة التانية، تبقى مثلا وزارة القط والداخلية، وزارة القط والدفاع كده يعني، يفهم يعني مسؤول التحشيش يعني كده، فهم يعني فهم، تبقى ورئاسة مجلس الدرجز يعني كده يعني. فهيبقى موضوع عندهم رسمي، يعني الموضوع يبقى رسمي، موضوع القط ده هيبقى ينزل رسمي، حطه على العلم خلاص يعني. من ناحية تانية احنا بنتكلم عن حلقة امبارح اللي انا كنت اتكلمت فيها في سبق، انه الحوثيين رفضوا الهدية اللي هو التحالف اللي اعلن عنها الخميس الماضي من الافراج عن المبادرة الانسانية للافراج عن 163 اسير. وهم انا اتكلمت امبارح في سبق ليا انه هم رفضوا لانه الاسماء ما فيش فيها اسماء في القائمة تتبع الاسرة السلالية النكسة، فهم رفضوها، فبالتالي لما ده اللي هو عطل عمليه الافراج شويه، لكن هي كانت جاهزه من قبل التحالف، كانت جاهزه. طب الاعداد بتاعتهم 163، هم وصلوا النهارده على طيارتين، والطيارتين وصلوا عدن، لكن في جزء منهم اتسلم على الحدود اليمنيه السعوديه الجنوبيه لحالات انسانيه. اولا انا لما شفت الصور وانتوا هتشوفوها، الناس معاملة إنسانية كبيرة جدا. أول الناس بسم الله ما شاء الله، تحس إن هم يعني إيه، عاملين زي الخرفان اللي متربية يعني معلوفة كويس قوي، يعني هم أصلا كانوا في الحرب عاملين زي عود القصب أو عاملين زي بتاعت القات كده، راجعين بسم الله ما شاء الله. الواحد فيهم كان يعني كان مقصور وزنه 50 كيلو، راجع وزنه 150 كيلو والله. يعني هم تقريبا يعني هم داخلين دلوقتي على الذبح، يعني على عيد الاضحى هيذبحوا يعني، لكن هم في الاخير ان هم تسلموا. طب مين اللي استلمهم لما اترفض الحوثيين يستلموهم عشان هم مش تبع الاسره السلاليه؟ تم تسليمهم، وصلوا لمطار عدن في طائرات الصليب الاحمر اللي هو استلمهم على طيارتين، في طيارات الصليب الاحمر وصلوا طيارتين لعدن. الطيارتين اللي وصلوا فيهم 108 اسير، دول اللي هم يمنيين، لكن في 50 تاني يمني تم تسليمهم على الحدود اللي هي اللي هي الجنوبيه البريه، لان هم اقرب، لان هم يعني في مناطق سكنيه قريبه من الحدود. من ناحيه تانية في 9 اسرى اجانب افارقه، يعني رئيس لجنه الاسرى قال ان هم اجانب. طبعا هم الصليب الاحمر ما بيتكلمش زينا احنا، بيقول ان دول تبقى للنزاع مسلح، يعني هو بيعتبر ان النزاع مسلح ما بين طرفين. الصليب الاحمر والامم المتحده ما بيقولوش ان ده يعني اللي هو شات الشوارع دول دول يعني ان هم كيان محتل، ما بيقولش كده، بيقول ان النزاع مسلح، كان الاثنين بيتخانقوا في شارع، يعني بيعتبر ان الاثنين بيتخانقوا في شارع يعني. ففي الاخير انه في 9 أفارقة دول كانوا موجودين في السعودية، لكن تم تسليمهم للسفارات التابعة للدول دي. الأفارقة دول من جنسيات مختلفة، منهم من إريتريا، منهم من أثيوبيا، منهم من جنسيات أفريقية، كانوا مرتزقة بيحاربوا مع شيعة الشوارع. من ناحية تانية إن الحوثيين
المفروض الدور عليهم ان هم يفرجوا عن يعني عن أسرى، ولكن هم مش هيفرجوا، يعني هم مش هيفرجوا عن حاجه. كان المفروض انه معلومات وتسريبات من داخل الحوثيين ان هو كان في اتفاق ضمني ما بين وسطاء، وفي الغالب الوسيط ده كان سلطنة عمان، انه يتم الافراج عن يعني سعوديين او يمنيين من الجيش الوطني او سودانيين، ولكن لما اتحججوا وقالوا انه ما فيش يعني حد من الاسر السلاليه تم افراجه وفي 163 اسير دول، فهم بالتالي ما افرجوش عن يعني الكلام كله معناه او المفهوم واللي احنا متاكدين منه ان الحوثيين لا يلتزموا بكلمه. قال خلاص انت هتفرجوا عن 163، وطبعا لما الاسامي جت لهم من قبل الافراج هم كانوا موافقين عليها، لكن لما تم اجراءات الافراج بعد كده اخلوا بالاتفاق وان هم تراجعوا، وده طبعا الحوثيين ده عهدهم ان هم بينقضوا هدنه، بينقضوا اتفاق، ما كذب يعني، عندهم الموضوع عندهم يعني متواصل في الامر ده. في الاخير انه ان شاء الله هيتم يعني تحركات على الجبهة، انتظروا بأمر الله أخبار مقدمات يعني تبشر بنهاية الكابوس ل يعني شيعة الشوارع الحوثيين. وفي الأخير لو في دعم مادي بيوصل لشيعة الشوارع، الدعم ده ليه نهاية، نهايته مش نهاية الدعم، نهايته بنهاية الوجود الحوثي شيعة الشوارع من داخل صنعاء التي تستميت عليها أكتر من جبهة، يستميت عليها شعة الشوارع، يستميت عليها الفرس، يستميت عليها الداعمين، الأمم المتحدة، السفير ريتشارد أوبنهايم، هانز جرودنبرج، وسرطنة عمان اللي ليها دور خبيث بالشواذ اللي احنا بنتكلم عليها. في الأخير حفظ الله مملكة العربية السعودية، المملكة الإنسانية التي أفرجت عن الأسرة اللي هم راجعين بكل صحة، وإن هم كانوا استلموهم في حالة لا يرثى لها، وغدر الرياض وغدر السعودية بالورود، وده عهد السعودية دايما ان هي بتكون رحيمة وانسانية في تعاملاتها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.